ننتقل لفقرتنا الأخيرة ولعالم الأطفال والطفولة. ليا، يمكن كثير من الأهالي مع بداية فصل الصيف والعطلة الصيفية بيعانوا كيف بدهم يقضوا وقت مع أولادهم بطريقة صحيحة، لأنه الأولاد بيقضوا نصف وقتهم تقريبا أو ثلث وقتهم بالمدرسة، بيصير عندهم وقت متاح. أغلب الأهالي مكملين بشغلهم، فعم يلاقوا معاناة كيف فينا نستثمر هيدا الوقت الصح لتنمية مهارات وقدرات الأطفال بعيدا عن التلفزيون، بعيدا عن التاب، بعيدا عن اليوتيوب بشكل خاص. خلينا نحكي عن هيدا الموضوع اكثر مع ريما جحجاح، اخصائيه اسريه تربويه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي على شاشه الاخبار. يسعد صباحك، خلي اياك يسعد صباحك. صباح الخير ريما، صباح اهلا وسهلا فيكي. يعني بالبدايه فتنا خلصنا مدرسه وفتنا على فصل الصيف، عدم التنظيم بالبيت، الفوضى بالنوم، بالاكل وباللعب، ايضا بالمخانقات اذا كانوا اخوه، بكل شيء في فوضى. في ناس يمكن عندها ضيعه تروح عليها، في ناس لا ملتزمه ببيتها، ولكن خلينا نحكي عن عمليات التنظيم، كيف لازم تكون من اول يوم بتسكر في المدرسه؟ هلا مشكلتنا ليا بنرجع نحكي فيها كل مره، هي وعدم وضع الخطه، وهي اللي بيلبكونا فيها دائما الاهالي، انه انا بعد ما بمر وقت من الدراسة إنه بدنا نسافر، بدنا نروح، العادات كلها تغيرت، القوانين اللي كنا منظمين أمورنا عليها كلها غيروها، مشكلة النوم، مشكلة السهر، مشكلة الأيباد، مشكلة المواقع التواصل اللي عم يتفرجوا عليها، خاصة هلأ على اليوتيوب، وهي اللي هلأ عم يتابعوها كتير نسبة كبيرة من أطفالنا صايرة دارجة هذا هالوقت. فهون بتيجي مشكلة الأم إنه تعبت وأرهقت. هون بقول لها أنا يا ريت نكمل نحن طريق إنه نحن نضل ضابطين أمورنا، بحيث إنه النظام نوضع خطة تكون منظمة للأم وللأب بالنسبة للطفل. الخطأ إنه إحنا عم نترك الطفل على هوا، الأوقات النوم إنه يلا تعب كتير خليه يسهر، ارهق كتير يلا معلش يقعد بس شوي. هون التدخل بين الأب والأم هو اللي عم بيضيع الطفل، هي الفوضى اللي عم يعيشوا فيها. وهي نقطة كتير مهمة، لأنه بتكوني أنت حاطة نظام لأطفالك بالاتفاق مثلا مع الأب والأم، ممكن يتم هذا النظام نوعا ما، يكون في تدخل من العائلة، بعد الخلل بصير بعدين المسبحة فينا نقول طفرت نوعا ما. خلينا نحكي مع بداية فصل الصيف، كيف فيني حافظ أنا حافظ كأم أو ربة منزل أو ربة أسرة على النظام بشكل معقول؟ يعني كمان ما فيني أفرض عليهم نظام قاسي مثل ما كنت فارض عليهم بفصل الشتاء، لأنه في مدرسة في أوقات محددة للدراسة واللعب. لا، فيني أنا أعمل نظام معقول، فيك تلعب بوقت محدد، فيني أنا تسهر بس مش تسهر للساعة واحدة، فيني زيد السهر ساعة تدريجيا. خلينا نعطي بعض النصائح بالبداية ونمشي فيهم خطوة خطوة. هلأ نحن قلنا أول شيء وضع الخطة. انت لما بدك تحطي خطه امورك تمام، لما بدك تضلي عم تفكري بينك وبين حالك من دون ورقه وقلم، هون بدك تقعدي بفوضى. انا بدي ساوي، انا بدي اعمل، انا بدي بكره خلص من الصبح بدي غير له النظام كله، هيك ما بيمشي الحال. نحن لا، بنفس اللحظه اللي بدي انا اكون مرهقه ومتعبه من كل شيء عمله خلال الاسبوع الفائت او الشهر اللي انصرم اللي راح، لا انا بهذا الوقت شو بنعمل؟ بحط ورقه وقلم وبحط خطه وبتفق انه نحن ماما بدنا ننام الساعه كذا، حتى بيني وبين نفسي انه انا لازم خلي اولادي يناموا هذا الوقت للصحه لإلهم، يعني حتى هن بفيقوا منتعشين اكثر، اكثر نشاط. بنتبه لاحظي السهر، السهر ما في غذاء سليم ولا صحي، لانه على كثر السهر والبرامج اللي بيتابعوها ففي اوقات للطعام ضاعت، فهون الطفل ما اخذ الفيتامينات اللي بتناسبه او شيء اللي بيناسب، لو يعني النظام انه فطور غدا عشاء سناكات بيناتهم، هدول على فتره السهر ضاعت، صار في خربطه بالوقت، صار في خربطه بالنظام الغذائي، هون صار عندنا فرط نشاط، لانه الخربطه بالنظام الغذائي بيؤدي الى حركه الطفل الزائده، صار في خلل بهرمونات الجسم. فهون الام بتقلي ابني معه فرط نشاط، لا نحن ما بنصير نقول هذا الكلام، نحن بنقول انه في عنده سوء بالتغذية، عنده ممكن نحن إذا فكرنا ونعمله فحوصات نقص بفيتامين دال، نقص بالحديد مثلا بجسمه، هذا كله بيؤدي لخربطة بسبب سوء التغذية. فهوني بدها تنظم أمورها، النوم صحي ضروري، ما في داعي نرهق الطفل بأمور الدراسة ونقول له والله راح في فاقد تعليمي فقدناه، وانت فترة الدراسة نضل على نفس النظام بدنا نفيق الساعة 7 بدنا نفيق، لا انا ما عم بطلب هيك. قديش فيني اعمل نظام معتدل؟ انا ما ايوه يعني نظام عليك. انا عم بطلب يعني انه نحن ما نرهق الطفل، نحطه بضمن نظام معقول بحيث انه يشعر فعلا انا ضمن الصيف، لانه نحن في تحاور كثير بين الاطفال بينه وبين بعضها، ببعثوا لبعض، ممكن انا ابن اخي ابن اختي يحكوا معه والله انا رحت سافرت، لانه تختلف التربية
التربيه من بيت لبيت صحيح. والتقاليد من بيت لبيت، انه في عادات بهذا البيت غير ملتزم فيها البيت الاخر، فهوني انا بدي راعي هذا الموضوع، لانه الطفل اذا حدا حكى له قدام والله انا اليوم رحت سافرت، رحت قعدت بالشارع، رحت لعبت، هذا موضوع بدنا ننتبه له كثير بالنسبه للاطفال بالبيت. تمام، خلينا هون نحكي نقطه كثير مهمه عن اختيار الام لروضه صيفيه لاطفالها، لنادي صيفي لاطفالها، كيف طريقه الاختيار بتضل؟ يعني الطفل بيقول لك هي ما عرفنا ايمت خلصنا مدرسه، من الفئه بكير، من الالتزام، من التعليم، في كثير من امهات بتوجه اولادها الى التعليم، ولكن في كثير من الروضات او الانديه الصيفيه فيها نشاطات رياضية، تمام. من سباحة، من ألعاب، من أنشطة أيضا، كيف فيها الأم هي تختار هلا هوني الروضة؟ نحن كل الروضات وكل المعاهد وكل الأندية بتقدم برنامج خاص فيها، فالأم بهذا الوقت بتقرأ البرنامج الخاص وبتشوفه بحسب بيناسب وقتها، بيناسب طفلة وبالنسبة للعمر. أنا بيهمني دائما مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال ومراعاة الأعمار كمان. صح. تمام، فهوني مثلا هلا أنا ما رح أحكي عن بقية الأندية، لنحكي مثلا عن النادي المخصص عندنا مثلا بالروضة، في عندنا أعمار ممكن نحن نقبل أعمار من عمر 3 سنين لعمر 14 سنة، طب بتحكي معي أم بتقولي طيب ال 14 سنة عم تحطيه مع السنتين؟ لا، لكن أنا بطلب من الأم إنها تزور المكان، مو بس انا تطلع وتقرا انا المنشور اللي منزلته عن برنامجي، لا ولا اي نادي، لكن انا بطلب من الام انها تروح تزور النادي اللي هي حابه انه تحط ابنها فيه وتطلع على برنامجه بشكل مقرب، وبنفس الوقت تطلع على الصفوف، شوف المسات اللي بدهم يشرفوا، الاعمار، اعطيني المس المشرفي على عمر ابني، وين الصف اللي بده يقعد فيه ابني، شو برنامجكم، شو بدكم تعطوا تعليمي، المكان مثلا خاصة حكيتي ليا بالنسبة لموضوع المسبح، لأنه هو موضوع مقلق جدا بالنسبة للأهالي، طيب مين حدا مين معه؟ كم مس أنتو؟ مين اللي بده يدرب؟ كل هاي الأسئلة من حقك أنت كأم إنك تسأليها. صحيح. لما بتحاول أنا والأمهات إنه بعتذر منك ماما مريم إنه إحنا أرهقناك بالأسئلة، لا أنتو ما بترهقوني لا أنا ولا أي نادي صيفي ولا أي روضة صيفية فاتحة برنامج، هذا وواجب علي. صحيح. ولازم انت بيني لي قلقك لحتى انا كيف بدي ريحك، لازم اعطيكي انك تكوني انت مرتاحه نفسيا بالنسبه للمواد اللي انا بدي اطرح لك اياها، خاصه اني انا طارحه مو فقط شيء تعليمي، لنفترض موضوع الانجليش ولا موضوع العربي، حتى هذا الموضوع يتابع مثلا اكيد صف الابتدائي لما بيبقى لك عمري 11 سنه او 14 سنه، احنا صرنا مرحله اعداديه، اكيد ما حاعطيهم الف باء تاء، اكيد بده يكون برنامجهم غير، هلا نحن عم نتابع معهم موضوع المحادثه، عم نبعث كثير بهم الموضوع انك تريحي الام مثل ما سالتي ليا انه انا كيف بدي ريحها، كيف خليها مطمئنه، التواصل بيني وبينها هذا موجود، الواتساب كثير ريحنا بهذا الموضوع، انه احنا بنبعث بشكل يومي صور، بنبعث مقاطع فيديو مصوره، ولا تنسي موضوع اللي انا باكد عليه وهو مهم جدا، الطفل كان كبير ولا صغير بيحكي كل شيء، بيكون طبعا ما رح نقول تحت 3 سنين لانه هذا ما بيحكي، لا بس بيكون مبسوط حتى تحت 3 سنين، لما بدك تاخذيه على مكان ردة فعله هي تحت 3 سنين تعبيره بسعاده، لكن ما بيفصح لامه شو عم بيصير معه او يقول لها انه انا مرتاح، انه بتقول له مثلا كثير بتجيني انه شو عملوا اليوم؟ انا لو ما ببعت على الواتساب وببعث لهم تسجيلات صوت وببعث لهم فيديوهات، ما بتعرف الام اللي تحت 3 سنين ابنها شو عم يساوي، اما ما فوق 3 سنين فهو بيحاور بيحكي بيقول انا مثل ما حكيتي حضرتك انا سعيد ان اليوم عملنا، اليوم ضحكنا، اليوم لعبنا هيك اللعبه، بيرجع بده يكمل شيء لعب لعبناه بالروضه يروح يكمله مع امه، فهون الام تستشف اذا ابنها كان سعيد او لا او ترتاح نفسيا بالنسبه للموضوع. طيب ستريما خلينا نحكي، يمكن مش كل الاهالي قدرتهم بالاوضاع الماديه الصعبه اللي عم نعيشها نوعا ما والحصار الاقتصادي يحطوا اطفالهم بنوادي صيفيه، فممكن كثير من الامهات تلاقيها عم تعمل نشاطات ترفيهيه بالبيوت، خلينا نحكي قديش مهمه هي النشاطات الترفيهيه وبعض النصائح لكثير من السيدات اللي عم يشوفونا وبعض الافكار، كيف فيني فعلا انا ضمن البيت اعمل بعض النشاطات الترفيهيه لحتى ما يكون البيت هو مثل الحبس للاطفال طبعا. ضمن هي الظروف اللي عم نعيشها خصوصا مع انتشار جائحه فيروس كورونا صارت الخيارات عادتنا كمان قليله. صح تمام. هلا انا حكينا بلقاءات سابقه اكيد وان شاء الله هيك يكون كل متابع، كان هذا اللقاء كان كثير مهم، انه احنا حكينا على موضوع اطر النشاط. هلا ممكن الام تشكي تقولي طيب انت عم تحكي بدي اشتغل بالبيت، اوكي اشتغل انا حاشتغل، لكن انا عم بصير عندي فوضى عارمه، انا مو مطلوب مني هيك، انا مطلوب مني كورنر زاويه، انا حدد نشاطي للطفل، طالما انت حددتي نشاط الطفل فما رح يصير عندك فوضى. هي اول نصيحه انا بديها للاهالي.
ثاني نصيحة إنه نحن لما نستخدم خامات استخدمي خامات موجودة ضمن البيت، ما تتكلفي. أنا معك إنه النوادي مكلفة جدا وبسبب الأجور اللي عم نتكلف فيها خارجيا، لأنه نحن كل نشاطاتنا عم بتكون خارج الروضة. أكيد نحن ما رح نضل ضمن نطاق روضتنا، عم نطلع لأماكن خارجية لحتى نمارس أنشطتنا. وبحكي لك شوي عن النشاط إنه شو ممكن بالصيف ياخذ الأطفال، لكن بضمن البيت المعالق الخشبية بتفيدنا، سكاكين خشبية بتفيدنا، كل شيء قريب من الخشب بيفيد الأم، الكرتون، أي نشاط ممكن. أنت النت مفتوح للكل، مواقع موجودة خاصة بالنشاطات الصيفية للأطفال. نحن على صفحتنا عم نعرض كتير، حتى على الواتساب عم نبعث لهم. هون عم نشوف عبر الشاشة يعني أدوات بسيطة ممكن تعملي أي نشاط للأطفال. أنشطة كتير حلوة اللي عم نمارسها ضمن النادي. نعم، لكن هي البالي. خلينا نحكي، لكن كثير من الاهالي احيانا يمكن هن ميسره امورهم بيسجلون الصبح بنادي صيفي، بعد الظهر بيتعلموا على اله موسيقيه، بعد الاله الموسيقيه عندهم ما بعرف شو، وبعدها عندهم ما بعرف شو، بالاضافه الى المسبح. انا تعرضت لهذا الموقف تماما. يعني في كثير عالم ما منظمه هيك، يلا بس بدها تحط اي شيء. يعني احنا بدنا اي شيء. لما طرحت الفكره احد الولد الاولاني بحسوا انه لازم يدمون. هلا ما بعرف اذا هلا عم تسمعني، يعني طرحت هي الفكره على احد الامهات، قلت له طيب ماشي، عندي من 8 للوحده وعم بيروح يتغدى ويرد يروح على النادي الثاني اللي فيه رسم، وبعدين عم بيروح على الاله الموسيقيه. طيب هذا الطفل ايمت شم ريحتك للامانه؟ يمكن هلا عرفتي انه عم وجه لها هي الكلمه، لانه انا سالت هذا السؤال. هذا خطا، هي فوضى. فانا بدي اعطي لابني كل شيء، لكن نظمي شهر. انا مثلا انا هلا بنظم اموري، نادي من 8 للوحده صباحا، شو اخذ فيه؟ احنا اخذنا فيه عندنا سباحه. انا هلا اولادي كلهم بالنادي، بوجه لهم للكل تحيه وقول لهم اشتقت لهم اليوم، عندنا سباحه اليوم. فاليوم مثلا بياخذوا زومبا وبياخذوا سباحه، فانا منظمت لهم امورهم. ضمن السباحه بيوم بالاسبوع بنعمل الشيف الصغير بيطبخوا الاطفال، هون نظمت لهم امورهم. طيب هذا الطفل اللي عم يرجع من عندك احد وثلاثه من المسبح يومين بالاسبوع، طيب انت شو عم تبعتي لي اياه بعد الظهر لوين؟ هذا خطا. انا هون لا، هون الاعتدال حتى خليه يرتاح، خليه يتنفس، خليه يعني ما يقول لك ماما انا اشتقت للبيت. كلمه طفل يقول لك انا اشتقت لك كمان، هي ما يعني ليش؟ صيف هذا. طيب بقيه الايام عم نروح، الصبيان عم يروحوا على الكاراتيه، عم ياخذوا انجلش، عم ياخذوا عربي، عم ياخذوا فنون اشغال وفنون، عم ياخذوا حساب ذهني، وفي لعبه ذكاء لازم تمرق يوم بالاسبوع. طيب هذا الطفل انا بالنسبه لي كبرنامج يكفي لإله، لحتى انا بعد الظهر روح حطه على آلة موسيقية وروح حطه على، لا انا ممكن يوم بالاسبوع خصص له انه انا حابة يعلمه آلة موسيقية بالاضافة للمسبح، او خيل بالاضافة للمسبح. لكن لا تشتتي وتعيشي الطفل بفوضى وتقولي لي ليكي ما تعلم بالنتيجة، لانه انا واثقة، انا واثقة ما حيتعلم، لانه ما حنقدر. الطفل هذا قد ما كان قدراته الإبداعية عالية استثمرية بمكان صح. يعني انا اول شهر إياها. اول شهر بحطه بأنشطة، بعدين بعرف انا ابني لأي اتجاه رايح. هون بيجي بقعد ماما مريمة بقول لا، مثلا انا ابني احساسي معه من المسبح عطى انجاز اكثر ما يعطي بانجاز بالكاراتيه مثلا، اوكي بنشيله من الكاراتيه، بنركز على موضوع السباحه. حبيتيه بالخيل بنشيل من السباحه بنركز بالخيل، لكن انا بدي اعرف حبيتي هو شو حب. تمام، هو شو انا شو قلت لك؟ انا قلت لك الام اجت قالت لي حسيت انه ابني اكيد هو راجع لعندها وسعادي وبعدين بيبدع. يعني انا في اطفال ويوم اللي بيكون عندنا مثلا اشغال تفاجئ. يوم الخميس ما بيكون سعيد، بيجي طولين. طيب يلا، طيب خلص لي، انجز لي اللي معك، خلص لي هذا النشاط اللي بايدك. طيب يلا ماشي، انا بقول له يلا. اجى وقت الكاراتيه بسرعه بتنضب الاشغال، بينضبوا الوسائل كلها، بتنضب بترتيب وبسرعه بيكون اول ولد واقف لانه بيحب هيدا الشيء. هو هذا طفل صحيح. حركه حموده، انت شو بتحب؟ هي حموده معنا اليوم كمان، بتحب الكاراتيه؟ بتحب الكاراتيه ولا لا؟ بالضبط شو النشاط اللي بيحبه؟ بدنا نعرف شو عمره اول شيء لحتى نعرف شو. قديش عمرك حبيبي؟ 12 سنة. العمر كله. انت بتحبي الكاراتيه ولا السباحة ولا الخيل؟ السباحة. تمام، بتعرفي السباحة؟ طيب هلا نحن بنطوف بالماي نظامي، تخطينا هي المرحلة، صرنا ظهر فراش وشو.
اكيد هلا حمودي، حمودي رفيقنا اليوم كان معنا اكيد ضيفنا. بدنا نتشكرك ريما كثير اكيد، وبدنا نتشكر كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. ميرسي قلبي خليل، نتشكرك ست ريما، شكرا على وجودك معنا. بتشكركم كثير. بس في ملاحظه صغيره بالنسبه لموضوع المسبح ليا، بس بدي اكد عليه، الخوف والقلق الاهالي اللي بيبدوا موضوع المسبح، انا بقول لهم كونوا مطمئنين ضمن كادر اكيد لما بتروحوا على النادي وبتشوفوا، اول ما تطلعوا عليه شوفوا البيئه الامنه، شوفوا التعقيم، شوفوا لون المي، حطوا ادوات مناسبه لاطفالكم مشان تبعدوهم عن الفوضى واطمئنوا لموضوع المسبح، لا تخافوا. اوكي نشكرك كثير. مثل ما قلتي يمكن هو الاستثمار مواهب الاطفال بالمكان المناسب هو استثمار صحيح لتنميه قدراتهم ومهاراتهم. شكرا كثير لك. شكرا لك، يسعد صباحكم.